اهلا بيكم. في الفيديو اللي نزلته من شوية اتكلمت فيه عن 3 اشخاص ليهم وزن كبير في العالم الاسلامي. الشخص الاول يا جماعة كان ابو هريرة، وده واحد من الصحابة، يعني مقرب جدا من رسول الاسلام. الشخص ده كان مميز بانه من اكثر الناس بيقول احاديث عن الرسول، يعني ابو هريرة اشتهر بانه بينقل احاديث عن الرسول بكثرة، والناس اللي دارسة كتب هتعرف الكلام ده كويس. الشخص التاني اللي انا اتكلمت عنه هو محمد ابن اسحاق ابن يسار، وده اول واحد كتب لينا السيرة النبوية، اول واحد يكتب قبل ابن هشام وقبل الواقدي وقبل اي حد تاني. وابن اسحاق ده هو اللي نقل لينا قصة الصادق الامين اللي اتقالت عن رسول الاسلام. اما الشخص الثالث يا جماعة اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات هو مقاتل ابن سليمان البلخي، وده اول واحد قام بتفسير القرآن ومعروف عند الجميع. اللي انا عاوز اقوله من الفيديو الصغير ده اللي انا لسه يعني منزله دلوقت، ان الثلاثة دول بيعتبروا علماء وليهم وزن وثقل في العالم الاسلامي، وليهم كتب ومجلدات ولا غبار عليهم. مالهم الثلاثة دول بقى؟ دول يا حضرات كانوا بينقلوا ما جاء في كتب اليهود والنصارى ويضعونها في كتبهم. تخيل يا مؤمن، الناس دي بكل ثقة وبكل ارتياحية راحوا للكتاب المقدس واخدوا منه نصوص ووضعوها في كتبهم. يعني الناس دي راحوا للكتاب المقدس في وقت من الاوقات واخدوا بعض النصوص من الكتاب المقدس ووضعوها في كتبهم. طيب اعجلها معايا كده، ازاي الكتاب المقدس كتاب محرف، وده حسب مزاعم دعاة الاسلام الجدد، ازاي هو يا جماعة محرف وفي نفس الوقت هؤلاء الثلاثة دول رايحين ياخدوا منه كلام؟ مش ده يا جماعة دليل على اكذوبة ان الكتاب المقدس كتاب محرف؟ وعلى فكرة نسيت اقول لكم على حاجة في غاية الاهمية، ان اللي قال الكلام ده هي الكتب الاسلامية، زي كتاب ميزان الاعتدال وكتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال وكتاب السيرة النبوية لابن هشام. قالوا ان هؤلاء بياخدوا من كتب اليهود والنصارى ويضعونها في كتبهم. اول نشوف اول فيديو معانا، وده كان للشيخ عبد السلام وهيقول كلام خطير، والكلام ده اعترض عليه محمود داوود ومعاذ عليان. تعالوا يا جماعة شوف عبد السلام محمد اللي بالزي الازهري في قم الايرانية وعلى قناة رافضية وبيطعم في الصحابة. وهو قد ثبت عليه كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم، وفي أيضا تاريخ دمشق لابن عساكر، وفي غيره من الكتب حتى لا نضيع الوقت. نعم. أن أبا هريرة كان يبحث عن كعب الأحبار ووجده وجلس معه، وعلماؤنا شكر الله سعيهم ذكروا بأن أبا هريرة أخذ عن كعب الأحبار وأخذ عن همام وعن وهب ابن منبه. وعندما يا أخي أدرس أنا واخد بالك الكتاب المقدس، فأجد مثلا نصوصا أخذت من الكتاب المقدس ووجدتها في صحيح البخاري، أو وجدتها مثلا في صحيح مسلم. وعلى سبيل المثال للحصر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد. رواية طويلة جاءت في صحيح مسلم تحت رقم 6501 يا أستاذ علاء. حاله إن بيقول يا جماعة كتب أهل السنة دي وحشة وفيها نصوص من كتب اليهود والنصارى، يعني دي وحشة واتركوها، تمام؟ طيب كويس جدا. طب إيه رأيك يا عبد السلام إن الحديث ده موجود في كتب الروافض الشيعة اللي أنت موجود عندهم في إيران وفي قناة رافضية؟ فهل كتب الشيعة أخذت هذا الحديث من إنجيل متى؟ وبكده تبقى كتب الشيعة الروافض اللي لحم كتافك من خيرهم وقاعد عندهم في إيران بياخدوا من إنجيل متى؟ هذا الحديث موجود في كتاب ميزان الحكمة لمحمد الرشهري، وهو شخص معمم
شيعي ونص الحديث نفس الحديث بالظبط. وبكده اكد محمود داوود على ان ابو هريره واخد النص ده من الكتاب المقدس. ومن هنا بنطرح سؤال في غايه الاهميه، ازاي علماء الاسلام بيقولوا على الكتاب المقدس انه كتاب محرف وفي نفس الوقت الصحابه صحابه الرسول بياخدوا نصوص كتيره منه؟ الكلام ده بيضرب على طول في مصداقيه اقوال هؤلاء المشايخ. رقم 2، مش بس ابو هريره يا جماعه كان بينقل احاديثه من كتب اليهود والنصارى، ده كمان ابن اسحاق، وده اول واحد كتب لينا السيره النبويه، ومقاتل ابن سليمان البلخي، وده اول واحد مفسر للقران، كانوا بينقلوا ما جاء في كتب اليهود والنصارى اي من الكتاب المقدس ويضعونها في كتبهم. والكلام ده موجود في الكتب الاسلاميه. افتح معايا كتاب السيره النبويه لابن هشام المجلد الاول طبع دار الصحابه للتراث بطنطا. في المقدمه ابن هشام هيتكلم عن ابن اسحاق فيقول: هو امام اهل العلم في السير والمغازي، اذ انه اول من الف كتابا في سيره الرسول. وبعدين في الصفحه اللي بعديها يقول ابن هشام: ومن اراد ان يتبحر في المغازي فهو عيل على محمد ابن اسحاق، فقد صار بحق علامه المغازي، ويقول عنه: كان اول من جمع مغازي الرسول. تعالوا بقى ننزل تحت للجزء المهم، صفحه 16، ماخذ العلماء عليه اي على ابن اسحاق. وقال ابن ابي فديك: رايت ابن اسحاق يكتب عن رجل من اهل الكتاب. ونفس الكلام ده قاله الامام الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الجزء السادس في الصفحه رقم 56، كان بيتكلم عن محمد ابن اسحاق ابن يسار ابو بكر المخرمي. في الصفحه اللي بعديها على طول يقول الذهبي: وقال ابن ابي فديك: رايت ابن اسحاق يكتب عن رجل من اهل الكتاب. ومن كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال الجزء 24 في الصفحه رقم 422 يقول: وقال ابو داود: سمعت احمد ذكر محمد ابن اسحاق فقال: كان رجلا يشتهي الحديث فياخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. طيب مين تاني كان بينسخ من الكتاب المقدس؟ مقاتل ابن سليمان البلخي، وده اول مفسر للقران. من كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال جزء 28 في الصفحه رقم 434 بيتكلم عن مقاتل ابن سليمان ابن بشير الازيدي الخراساني ابو الحسن البلخي صاحب التفسير، في الصفحه رقم 451. وقال ابو حاتم ابن حبان عن مقاتل: كان ياخذ عن اليهود والنصارى علم القران الذي يوافق كتبهم. يبقى كده عندنا ثلاث اشخاص كانوا بيلجأوا الى الكتاب المقدس علشان ينسخوا منه بعض النصوص وينسبوها لنبي الاسلام. وبكده يا جماعه لا يمكن لا يمكن من رابع المستحيلات ان هؤلاء العلماء ايامهم كانوا ياخذون كلامهم من كتاب محرف، وده اكبر ضربه قاضيه لكل من يتهم الكتاب المقدس بتحريف. السماء ومجد في الأعالي.
كل اللي عايز افهمه لك ان التاريخ اللي انت متربي عليه دوت وفاكر ان هو تاريخ الاسلام ده غير التاريخ الحقيقي خالص. التاريخ الحقيقي غامض جدا. كل اللي عايز افهمه لك ان الادلة كلها بتشير ان القرآن ده معظمه عبارة عن ترجمة لكتب مسيحية سريانية، ومش بس في الكلمات ولا الجمل ولا حتى اسم الكتاب نفسه، ده حتى القصص اللي فيه اغلبها مترجم من قصص ومعتقدات اساطير تانية. قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لم عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الراوي أبو هريرة، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الصفحة رقم 4779، خلاصة حكم المحدث صحيح، التخريج أخرجه البخاري تحت رقم 4779 وصحيح مسلم تحت رقم 2824. نفس النص مأخوذ من رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الإصحاح الثاني من العدد 9: بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه.